الحياة، آه الحياة. بشوق ضوء آفاق طهر هوى وأحلام، بشروخ ضوء آفاق وطهر هوى وأحلام. يا ترى شو مخبي يا باب المقام، يا باب المقام. حلمه يعيش سنين وعزهرة الياسمين كتب الفرح سطرين. كانوا سوا قلبين، حلمه يعيش سنين وعزهرة الياسمين كتب الفرح سطرين. فجأة اجا الشيطان لابس وجه إنسان ماسك عصا الإيمان راسك بكنف الجان. فجأة إجا الشيطان لابس وجه إنسان ماسك عصا الإيمان راسك بكنف الجان. خبى حلم سكر باب المآب، سكر باب المآب، سكر باب المآب، سكر مرحبا راضيه. اهلا. تعي معي شوي، بدي احكي معك كم كلمه. هاي فرصتنا الوحيده يا بنت خالتي. يا اسماعيل اذا انت عندك فرصه انا ما عاد عندي ولا فرصه. خلينا نهرب يا راضيه ونتجوز على سنه الله ورسوله وبعيد عن الناس وعن الحاره كلها. ليه ايش هالحكي؟ وامي واخوي ايش رح يصير فيهم اذا انا تركت الحاره وهربت؟ وانا وانت ايش رح يصير فينا اذا ما هربتي؟ مش رح يصير أكتر من اللي صار. إذا ما جيتي برضاكي رح تجي غصب عنك. خلص اتركي إيدي، ما بقدر ما بقدر. إيش عم يصير هون؟ مين أنت؟ أنا عبد الله صانع أبو الروس. وإيش بدك؟ معلمي أبو الروس لما عرف إنك عم تعبي مي زعل كثير وعصب وقال لي آخذك بالرضا وإذا ما رحتي أجيبك بالزور. وشلون يعني بالزور؟ يعني أجرك من إيدك جر. لك اتركي يا حرامي، إلا ما بصير زلمة غير عن نسوان. والله يا ربي قوتي والله انا بكسب فيه ولا خلاص. كتفوا 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 اضربوا 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 ضربوا قتل قتلوا هن قتلوا هن قتلوا هن لحمين هن مو انا مو انا هن معلمين هن مو انا لحمين هن قتلوا. لا 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 يا رب ضربوا عبد الله قتلوا سحب سكين. لا 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 يا ربي ضربوا عليه حجبوا ايده عليه ضربوا انكتف. مين هو هيك هو انكتف صار يطلع دم. عبالك لا بذبحك ولا بذبحك انت. ايش في؟ عبد الله انكتف ضرب السكينه. ما جيت اخبرك. عجبك ما عجبك عمرنا ما يعجبك. راضيه ادخلي لعنا شويه. لا ما بدخل. ايش فكرك راضيه ادخلي؟ شو انت داخله مع واحد غريب؟ خالتي جوا؟ ايه جوا. بتريدي اصحله؟ ايه صحله. دي الله انا تاخرت بدي اروح. والمي؟ ما بعرف، خلص بنشرب اليوم من الجيب. لا لا تروحي خليكي استني شوي معي. وين خالتي؟ ما هي هون، يمكن راحت عند امك، ما بعرف. راضيه ادخلي شوي. شو بدك يعني ادخل ونضل انا وياك لوحدنا جوا؟ طيب راضيه انت ادخلي وانا بروح بدور على امي وبجيبها. لا خلص، انا رايحه مع صفيه. راضيه لا تروحي، كنت مفكر انه تهربي معي، نتجوز بحاره ثانيه ونعيش سوا. الله يوفقك لا تروحي. وانا كنت مفكره هيك، بس ما بقدر اترك امي والحاره واروح اعيش بحاره ثانيه، والله ما بقدر. راضيه تحسني تتركيني؟ ما بعرف اتركني، الله يخليك اتركني. لك يا حيف عليك يا حيف، لك معك الأندرجية وبتخليهم يعلموا عليك، لك بوه عليك من بين القبضايات. يا معلم والله اجوني غدر، وخصوصي هذا ابراهيم الطحان، ما لقيته غير مثل القضا المستعجل هجم علي. لك هلا اجل المعاتبة وخليه يروح ويرتاح. لا ما بدي ارتاح، بحسن اتحمل. طيب بعتوا ورق ابو سعيد مشان يغير له رباطه؟ لك الله يخليك يا ابو قليل، انا ابو سعيد ما بحكي معه، شوفوا واحد غيره. ايش انت ما بتحكي مع ابو سعيد؟ انا باخذ عبد الله لعنده، امشي يا ابني امشي. بس خيو طلع لك اذا انت حلف يمين على ابو سعيد الحلاق، إيه انا ماني حلف يمين، وانا ما ببدله الحلاق بشارع بارون ولو قطشني اذني. اذا كل واحد بده يضش من الثاني مشان شغله صغيره او جرح صغير، لك ما حدا بيحكي مع حدا بالحاره. شوف وجه عبد الله شو المخطوف، لك خاف الله، لك ارحمه. هي غلبتني فيها يا ابو خليل، رولك جبان. امشي لك عبد الله امشي امشي. علي ان شاء الله يا بنتي، كل هاد صار بهالروحه، قلت لك ما بدنا هالروحه من اصلها. ونخليهم يتحكموا فينا ونضل بلا مي حلوه يوم، وبلا هالمي الحلوه، يعني طول عمرنا وحياتنا عم نشرب من مية الجب، يعني مشان شوية مي حلوه نخلي اهل الحاره تتقاتل مع بعضها واخوك يتختخ بالحبوس؟ الحاره ما عم تقتل بعضها. لكن ايش هذا اللي صار؟ اللي صار في ناس عم يقتلوا الحاره. ايهم الله يرضى عليك يا اسماعيل، انا خايفه عليك وعلى بنتي، روح غيب عن الحاره كم يوم، لانه المشاكل كثرت كثير يا ابني، ونحن ما بقى عنا استطاعه. اسمعي خالتي، انا جيت اخذ راضيه معي، واخذك انت كمان حتى تكوني بكتب كتابي عليها، حتى ما يقولوا بالحاره انني خطفتها خطف. بقى امشي معنا يا خالي، وخلينا نتجوز انا وراضيه بحاره ثانيه، وبس يرجع ابن خالتي بنرجع كلياتنا سوا. الله يخليكي وافي، ابوس ايدك وافي. إذا أنت سويت هيك ابني بحياته ما راح يطلع من السجن، لأنه البيت والدكان والمحامي كلهم بإيد أبو الروس، وأنت إذا تجوزت راضية نحن كلياتنا بدنا نضل بالشارع. الله يرضى عليك يا ابني، روح من هون ولا بقى تجي لبين ما تتجوز راضية من أبو الروس، بعدين لكل حادث حديث. وافقي يوم وافقي، الله يخليكي نروح أنا وأنت مع اسماعيل. خلصي أنت ما راح تتجوزي غير أبو الروس، فهمتي ولا ما فهمتي؟ امشي امشي معي. واللي خلق الخلق ما بيتجوز ابو الروس راضيه الا على دمي او دمه. اسعد ابو الكيف، في عندك زياره. مع مين؟ مع واحد اسمه عبد الله قندلفت، وبيقولوا له ابو ميش. اي هذا جاري بالسوق، والله فيك الخير يا ابو الميش. اتامع اتامع. والله اشتقت لك يا ابو الكيف، صحيح انت بتستاهل الحبس، بس بدك الحقيقه اشتقت لك والله. وانا كمان بالاكثر يا ابو الميش. كيف الاحوال عندك هون؟ زفت، السجن غبن يا ابو الميش، والعيشه برا على رسالته احسن من هون بجي 40 طريق. هيك لكان انا من زمان نصحتك وانت مانك هون. هي انا هون، ان شاء الله بتصير هي اخر وقعه. خذ هالمصاري مني استعين فيه على رسالة الحبس لحتى الله يفرجك. الحمد لله ما ناقصني شيء غير انك تكون معي هون. يا عيني على هالمحبه اللي ألعن من 100 عداوه. خذ هالمصاري مني ولا تردني خايب، ولا وحياة المسيح والعذراء ما بقى تشوف وجهي مره ثانيه. ها خلص خيو، لك خلص اذا مصر روح اعطيهم لامي بالحاره. وشلون بتعطي المصاري لامك؟ بتروح على حارتنا بتسال على شيخ الجامع الشيخ صالح، بتعطيه المصرات وهو بوصلهم لامي. طيب مثل ما بدك. بدك شيء ثاني؟ سلامتك. يلا خاطرك، الله معك. يلا ابو الكيف قدامي قدامي. مرحبا معلمي. أهلين عبد الله، شلون شايف حالك اليوم؟ أحسن من الأول. طيب إذا وضعك ما بيتحمل فيك بتروح على البيت بترتاح شوي، بس تلاقي حالك تحسنت بترجع لهون. يا مو خسا والله على موتي، إذا ما قدرت أقتلهم لهالكم واحد نجس بسكينتي الأندرجية بدي أقتلهم بأظافيري وأسناني. أصلاً هي الربطة اللي حط لي إياها أبو سعيد إيميل لازمتني بنوب. ها صرت أحسن من الأول. عفارهم عليك يا ابو ضاي، هيك بدي ياكلك عبودي زقرد ومعدل وقلبك جفت واقوى من الجفت مثل معلمك ابو الروس. واللي برشه لمعلمي ابو الروس بالمي برشه بالنار وبحسب الله ما خلقه. خلينا لكن نسكر الدكان ونروح سوا على البيت ناكل لنا لقمه او نحكي ونعرف الله وين حيطتنا. معلم بصراحه انا خجلان منك، يعني حاسس حالي ثقيل عليك شوي هالكام يوم. لكن روحه من شان الشغل ولك اجدب، مو من شان ناكل وبس. إذا كان هيك لكان برتب المحل هيك شوي وبالحقك. إيه خلص بقى، خذ اللحمة معك على البيت وأنا رايح أسبقك، خلي حدا من أولاد الحارة يساعدك في تسكير الدكان. ولا يهمك معلم. بعدين بتروح على أقل من مهلك، لا تتعب حالك. إن شاء الله. خيو ولا تخلي العين عليك وأنت رايح لعندي. ما بدنا نكشف وراءنا قدام الناس. خلص معلم، لا توصي حريص. خاطرك. الله معك. تفضل يا اب. ايه والله يسلم وديات وايديك. كني ما بقيان عنا مي حلوه؟ لا والله، من بعد اللي صار امبارحه بالحاره ما عاد ضل مي حلوه. ما دام عنا بالبيت بنت حلوه يمكن نتحملها اليوم بلا مي حلوه. اي والله يا شيخ صالح، ما ضل قدامنا غير ميات الجب. بس بتعرف انا في عندي حل بتخلي ميات الجب بتصير حلوه. شو هو؟ اذا وقفت جنب الجب وقريت شي صورة بصوتك الحلو والحنون نفخت على وجهه بتصير المي حلوة؟ الله عليك يا صفية، منين بتجيبي هالأفكار الحلوة؟ اي مو أنت أبوي بدها تجيني هاي الأفكار. عجب منو أجانا بهالوقت؟ مرحبا. 100 مرحبا. في معي أمانة بدي سلمك إياها وأروح. أهلا وسهلا فيك يا أخي، بأمانة ومن غير أمانة. تفضل تفضل لجوا تفضل. تفضل تفضل. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، شرفتنا والله. الله يسلمك. الامانه ضروريه يا شيخ لما الواحد بدخل لبيوت امنه. يا سيدي بارك الله فيك وبكلامك الحلو. الله يسلمك. تفضل تفضل، خلينا نقعد هون مشان ناخذ شويه هواء. الله يسلمك. اهلين. اهلا وسهلا. اهلين. بتحب تشرب قهوه ولا شاي؟ قهوه. ايه على راسي. يا بنتي يا صفيه عاملين لنا فنجانين قهوه. حاضر يوم. بنتي صفية ما عندي غيرها. الله يخلي لك اياها. الله يسلمك. كني مرتك؟ اي نعم، الاعمار بيد الله يا اخي. الله يرحمها. الله يرحمنا جميعا. انا يا شيخ اسمي عبد الله قندلفت، وبصيحوا لي ابو ميشو. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا يا اخي. وتشرفنا فيك يا شيخ. انا جاره لاسعد ابو الكيف بسوق المدينه، ببيع انتيكات وقطع شرقيه. لما عرفت انه اسعد عم بمر بازمه ودخل من وراها على الحبس، حبيت اعمل الواجب ورحت على الحبس وزرته لاسعد، وطلب مني مساعده لاهله ولامه، وطلب مني اسلمك الامانه. صحيح سيدنا المسيح بيقول الايد اليمين ما لازم تعرف ايش عم تساوي الايد اليسار لما منقدم المساعده، بس ما قدرت، انا ما بعرف حدا بالحاره. هالكلام ذاته بيقوله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. عمل الخير ما بيختلفوا عليه الانبياء ولا البشر. اللي ما بيحب الانبياء والصالحين كلهم بيكون ايمانه ناقص. ايه والله صحيح. والله منيح منك يا اخي انك عم تساعد شخص مثل ابو الكيف، يعني اعماله ما هي كتير منيحه. اذا ساعدنا المنيحين بس ما بنكون عملنا شي منيح، عملنا شي عادي. المساعدة الحقيقية لما منساعد الناس اللي مانن قدرانين يساعدوا حالهم وما في بقلبهم نعمة عمل الخير ومحبة الناس. انت اخ طيب يا سيد عبد الله، وانت اللي بيشوفك يا شيخ صالح بيقول عنك نفس الكلام. في بالقرآن الكريم آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدن أقرب الناس للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. والمسلم إذا ما كان منيح مع كل الناس بيضل إسلامه ناقص. الواحد لحاله ما بيقدر يوصل للحقيقة، بده يعرف حقيقة غيره، هداك الوقت بيوصل. يسلم تمك، كلامك كله خير وعلم وبركة. هذا هو المبلغ، يعني صحيح هو مبلغ قليل، بس مثل ما بيقولوا حصوة بتسند جرة. هذا المبلغ بدي تعطيه لأمه لأسعد وتقلها إنه هذا المبلغ إجا من طرف ابنه، بس ما تقول مين جاب المبلغ. تكرم عيونك. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي حج بكري. تشرفنا. أنا اسمي عبد الله قندلفت، وبصيحوا لي أبو ميشو. أبو إيش؟ أبو ميشو ولا أبو الميش مثل ما بتريد. أهلا وسهلا. عن إذنكم لوين؟ بدي أدخل أرتاح شوي. القهوة جاهزة. هاتي وخليكي جوا. شايف لهلا ما رحتوا لبيت أبو الكيف وأخذتوا له الغراب؟ لك يا ابن عمي، مالك شايفني ملتهيه بمرضة حسن؟ لك ليكو حسن ليكو لسه بتقلي حسن، لك عجبك؟ بعدها بتاخذوا الذهب والغراض وبتحددوا موعد شوفة العروس. ليش يا ابن عمي العجله كل هالقد؟ اليوم الصبح اتفقنا ناخذ الغراض وبكره نروح. وانا غيرت رايي، اليوم بدكم تروحوا. ماني رايحه. لك بالناقص منك، هي شكوره هلا بتروح. شكوره خذي الغراض وروحي على بيت ابو الكيف يلا. ما بقدر اروح لحالي ابن عمي، اجري على اجر ضرتي، صار ما بقى اقدر امشي خطوه بلاها. بعدين يا ابن عمي انت مو بتعرفني انا بخبص بالكلام. اروح افتح الباب يوب؟ لا انا بفتحه، طبت وما ضل فيني شيء. حسن هذا عبد الله، قوم افتح له ودخله على غرفتي. حاضر يوب. وانتم ادخلوا لجوا حتى ما يشوفكم الغريب ارض الحوش. ايش هاد حسن افندي؟ ايش رايك تاخذ كل وحده فينا كان؟ المعلمه انتصار قالت نسمع كلام امهاتنا مو نضربهم. لا قابوس روحك بطل مثل ابوه. ضرتي بما ان المعلمه هيك قالت خلينا ندخل. دقيقه شوي، عبد الله جاي لعندي في له شغل معي، بدي اخلص منه. الاقيكم رحتوا لبيت ابو الكيف، واذا ما رحتوا بتضبوا اغراضكم تنقلعوا لعند اهاليكم. العمل يضربكم ضرب، العيشه معكم مع التنطاق. اللي سويته اليوم ما لازم يصير يا حج بكري، لأنه جوهر الدين الحنيف قائم على التسامح والحب والرحمة، واللي صار اليوم بتنافى مع هالمعاني العظيمة. والله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم منقولة بكل صلاة وبكل سجود وبكل ركوع، مع كل شربة مي ومع كل لقمة طعام وبكل دخول وخروج، بالليل وبالنهار، بالفرح وبالخوف. ولما بيكون اسم الذات الإلهية الرحمن الرحيم، فعلى العباد أنهم يكونوا بيحملوا قلوب مليانة رحمة. وأنت أكثر واحد يا حج بكري بتعرف الوصف اللي الله سبحانه وتعالى وصف فيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له في موضع آخر: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال له أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يقل له للمسلمين فحسب. ولو أنك تعرف سبب مجيء أبو الميش اليوم لكنت غيرت نظرتك له. طيب، ممكن أعرف السبب العظيم اللي خلى أبو الميش يجي لهون وحضرتك تستقبله في البيت؟ لو تعرف لإيش أجا وإيش قال لكنت اكتشفت إنه الخير موجود عند كل الناس، وبتعرف معنى الإيمان الحقيقي اللي أنت لحد الآن ما حسنت توصل له. شيخ صالح، أنا بحسن برد على كل كلمة قلت لي إياها، بس بحب الأول أعرف إيش سبب مجيء أبو الميش أفندي لعندك لهون على البيت. لو تعرف لإيش أجا كنت غيرت لهجتك وعرفت أنت إيش قد مقصر بحق نفسك وحق دينك. شكرية، هلا ايش بدنا نساوي؟ ايش رأيك نروح عند ضرتنا الثالثة؟ والله مشتيقة اشوفها. ايش شو شكرية خانو؟ شايفتك حبيبتيها؟ لك لا، بس أول ما شفتها ما حسيتها إنه ضرة، ما بعرف شلون حسيتها. لكن مثل ايش شو حسستيها؟ ذكرتني بحالي أول ما تجوزت، لما كنت صغيرة، وأول بطن ماتت لما ولدت. وحماتي امون صارت تلعب بعقل جوزي وتقول له طلقها طلقها، هي بتموت الاولاد لما بتطلق. لك وانا كنت نفسها وقلبي محروق على بنتي، الله يحرقها بنار جهنم يا رب، الله يرحمها، ما بتجوز عليها غير الرحمه. ولو ما حماتي ماتت بعد شهرين انا كنت اتطلقت ورجعت على بيت اهلي حبيبتي. خلصنا بقى شكور روقي، ايش رايك هلا نقوم نزور ضرتنا؟ بتعرفي شكرية، لازم لما تيجي نحبها ونحطها بعيوننا لحتى نطققه لأبو الروس ونطير النوم من عيونه. ايش قلتي؟ ايه، قومي قومي لك خلينا نشم هوا ربنا. يا قومي، يلي صار معك يا عبد الله ما بينسكت عليه. اذا قدروا يعلموا عليك اليوم رح يعلموا علي بكره ويفركشوا الجازة. لذلك بدي منك تجمع الشباب اللي بيشتغلوا عندي مسلخ البيع مسلخ الذبح وباقة كيكين لحتى نحط خطة نتغداهم قبل ما يتعشونا. أنا بتكفل بالموضوع كله، وأنت خليك برا يا معلم. هالشغلة اللي صارت شغلة ولاد، وهذا الجيل الجديد العاطل أنا اللي بقدر أتفاهم معه. إيه والله، أنت بتتفاهم معه لأنه من جيل بعض، بس هالمرة بدي إياه درس مرتب. قتل وموت ما بدي، بس بدي يصير شيء ما تنساه الحارة، ويعرفوا إنه العلقة مع أبو الروس والقبضايات تبعه مو سهلة. تكرم عيونك يا معلمي. خفت كثير لا يجرحك اجير ابو الروس بسكينته. الله حماني وحمال اسماعيل معي. كني الله بعتك بالوقت المناسب. بس بيني وبينك انا خوفان كثير. ليش؟ خوفان من ابو الروس، معتبر ان القصه كبيره كثير بحقه وحق عبد الله، وانا خايف ما انه ينتقم منا. ياي، وايش ناويين تعملوا؟ والله ما بعرف، بدنا ندير بالنا على حالنا. الله يحميكم. صفية، صفية، وينك يا صفية؟ هذا صوت عمي بكري، عجب انزل الا ما انزل، والله خوفانة. سمي بالرحمن وانزلي، وديري بالك على حالك. الله يحميك. وينك يا صفية؟ ايه عمو، ايه؟ أنا هون. هي جيت، ايش بدك؟ ايش عم بصير على الصوت؟ كنت عم بشم هوا. ليش هون ما في هوا؟ طق قلبي من قعدة البيت، قمت طلعت على السطوح. بنتي، طلعة على السطوح ما بقى بدي، لأنه في شاب عزابي سكن لوحده هون بالطرف الثاني، وشباب هالأيام بيخوفوا، بخاف يسمع الكلمة هيك أو هيك، انسيلي سطوح بالمرة. والغسيل عمو وين بدك ياني أنشره؟ انشريه هون بأرض الحوش. الله يصلحه أبوكي، الله يصلحه، منين جاب لنا هالشاب وسكنه جنبنا؟ ما بعرف. شوفوا هدول الذهبات، شوفوا اخذناهم من عند ابن حنيفه، طلعوا عليهم جوز سنارات مباريم من ام الحيات مشان الحيه تقرص عدوينك حبيبتي. ايه وسلسال وبروش عليه حلقه الماسي هيك هيك قد ايه، وهذا حبيبتي اللبس احسن شيء جبنا لك، يا الله وكيلك. وينه خاتم الخط بده يحطه خطيبي ابو الروس بايده؟ ايه مين؟ ايه ايه شوفي حبيبتي. وليش قد اصبعه كبيره؟ ايه ايده كبيرة شوي مشان يمسك الغنمة ويذبحها. دخلكوا بهالذهبات، كم غنمة بيقدر يشتري خطيبي ابو الروس ويذبح؟ راضية، كني اسئلتك اسئلة وحدة قلبها محروقة دجاجة؟ ايوه والله. هلا تركونا من هالحكي، قولي لي بقى يا ست افتخار، ليش جوزك ساوى هيك ببنتي بساحة الحارة قدام الحنفية؟ ليش ايش صار عند الحنفية؟ ليش ما بتعرفوا؟ لا والله يا ام اسعد، نحن سألناه بس ما قلنا شيء. الله يصلحه، هيك بيعمل مع بنتي؟ بيبعت اجير اللي عنده مشان يجرجرها قدام اهل الحاره مشان ما يخليها تعبي مي؟ يي ام اسعد ما فيها شيء، بنتك حلوه كثير، وابو الروس مثل ما بتعرفي دمه حامي، ما هان عليه توقف بين الشباب وتعبي مي. والبيت اللي ما فيه مي، مين بيعبي المي بقى؟ هي هينه حبيبتي هينه، بكره ابو الروس شيخ الشباب بيقول لهم للبلديه مشان يحطوا لكم حنفيه قدام باب الحوش تبعكم، بس انتم ما تزعلوا ها؟ بعدين ام اسعد، ابو الروس طالب يشوف العروس قبل كتب الكتاب. والله من غير رجال ما بنخلي حدا يدخل على البيت. قومي الزياره انتهت. باركين لسه ما شفناكم. ايه لا يمل تقبريني، بدنا نخليكم لحالكم مشان تشوفوا الذهبات والاغراض وتقيسوهم. بخاطرك بخاطرك راضيه، مع السلامه. ما شاء الله قد مكيفين على الجازة، عم بقلب كيف كثير حبيبتي، لو بيقدروا يشركونا بالجبنة بيقصروا. الله لا يوفقهم، ولك الله لا يوفقهم. الحمد لله اللي ما جرحوك لك ابني، الحمد لله. والله إذا بيصير لك شيء بموت، أنا بموت من زعلي عليك. هذا أول الرقص يا أمي، واللي رح يجي بعدين ما بيعرفوا غير رب العالمين. الله يوفقك يا امي، بعيد عن ولادي الحرام، بعيد عنهم، والله اذا ساووا لك شيء بموت انا لك، انا بخاف عليك مالي غيرك. ولك يا امي من مشكله صغيره خفتي كل هاد، بقى ما تشوفي الجرحه اللي بقلبي ايش كنتي بتسوي؟ يا شكرية افتخار لحوينكن. ابن عمي جيت حبيبي، نية السلامة. يا الله يقصف عمركم، ايش صار معكم اليوم؟ حددتوا موعد الشوفة؟ انا شوفة؟ ما حددنا. لإيش؟ ما بعرف، وقف لأتذكر لإيش عجب. أم العروس قالت بغياب الرجال، وبما إنه ابنها بالحبس ما في شوفة إلا بعد العرس، وكتب لي كتاب. إيه مرة أصيلة. إيه الله يرحمها، بتذكرني في أمي. صحيح أخلاقها صعبة، بس عند المواقف الجد ما في منها، مو هيك شكرية؟ مين ابن عمي؟ أما للبنت اللي بدك تخطبها ولا أمك الله يرحمها؟ لا أمي يا مضروبة. إيه والله بصراحة أمك وحدة ما في مثلها طاول. لك تعي لهون، لك تعي لهون، وين رايحة؟ لك يخرب بيتها، كل ما بجيب سيرة أمي بتوقف بتنط كأنه قرصتها حية. لك شو أساوي فيها؟ روح صيلحها. إيش هالحكي؟ لك أنا أبو الروس، أبو الروس أرولا عندها صيلحة؟ اتجنيتي انت؟ لا ما جنيت. تعي لهون، وين رايحة انت الثانية؟ بدي اصيلحها اذا انت ما بدك تصيلحها. العمل يضربك ضرب انت وياها. ولي على راسي، ايش عم تساوي لك ابني؟ مثل مالك شايفه، الحاره صارت خطره والمشي صار فيها جاتين، وساعة الحاره ما بيضل فيها امان، بتصير السكينه هي الامان. لك يا ابني يا اسماعيل، الله يرضى عليك، اطلع من هالبلد كام يوم، يعني هج، روح على الشام، روح على بيروت، روح على فلسطين. لك وين فلسطين ولك يوم؟ مو اخذوها اليهود؟ يي لك ابني ايش عم تحكي؟ ليش في حدا بيقدر بياخذ بلد من اهله؟ هاي الفرنساوية ضلوا قاعدين عنا سنين وسنين وبعدين طلعوا وانقلعوا. وانت كمان يا ابني الله يرضى عليك، اطلع لك كام يوم غير شكل. البلد اللي ما فيها رضية ما هي بلد، وما بحسن عايش فيها. لك ابني إذا بكرة تجوزت راضية، إيش بدك تساوي؟ هلا اتركيني أسن السكين بعدين بقول لك إيش بدي أساوي بحالي. لا ما رح أتركك، والله ما بتركك. يوم أبوس إجرك سامحيني، كبسي على الجرح يوم، كبسي، رايح أجيب دواء. لك ابني تعا أنو دواء، أنت دواي لك يوم، أنت دواي. أبوس إيديك، كب هالسكين، كبها. يا يوم يا يوم إيش صار معك أبو الروس؟ البركة هون ما بقى اتحملها، حجر طاحون على صدري. اللبس والذهبات صاروا عندكم في البيت، بس طلبت مقابلة العروس، امك الله يطول بعمرها رفضت. يا ابو مو هاد موضوعنا، عم بسألك ايش صار معك مع المحامي؟ أنا شفت المحامي ووعدني، وأنا قلت له رايح أأمن لك المصاري. اللي يطالعني قبل العرس، ما بدي أختي تتجوز مثل اليتيمة. الله يوفقك يا أبو الروس. لا مو خسايا أبو الكيف أختك تتجوز مثل اليتيمة وأنا موجود؟ لك اي راي اتجوزها جازه تحلم فيها كل صبايا حلب. وينها؟ لك الذهب، لك الذهب اللي بعثت لها اياه بتحلم فيه كل صبايا الحاره، وانت بتعرف القانون له سلتات ودخلات وفوتات وطلعات، وانا شفت المحامي وقلت له انا وراك مثل الجفت. ايش ناقصك لك ابو الكيف؟ ايش ناقصك؟ يا ابو ما ناقصني شيء، بس انا روحي وقلبي متعلقين بالحاره وبامي واختي. لك شد حيلك لك ابو الكيف، ايش بك؟ بعرفك رجال انا، اللي بده يوقع هيك وقعات بده يحسب حساب الطلعه والفوته. بعدين امك واختك ما راح يطيروا، راح يضلوا ينتظروك له 20 سنه. يا مو على الله على الصواب، ايش شو 20 سنه يا ابو الروس؟ انت بدك طلعني من الحبس ولا بدك يعني اموت طقيق؟ لا يا ابو الكيف لا، لقي معقوله؟ يلا هلا بدنا نبلش نتدرب على التمثيليه. حسن خذ اختك امون وروحوا على الصف. ليش انسى؟ أنا أخذت دور الصابونة، والنظافة ما بتصير بدون صابونة، مو هيك أنت قلتي؟ والله بعرف إنه ما في نظافة بدون صابونة، بس أهلك إجوا على الإدارة وطلبوا من المدير إنه ما تشتركوا بالتمثيلية. والله بمرض إذا ما اشتركت بالتمثيلية. طيب ماشي، خليكم اليوم، وأنا بكرة بحاول أقنع المدير يخليكم تشتركوا بالتمثيلية. أي الله يوفقك يا أنسة، بس على شرط ما بتتخانقوا بالبيت وبتقعدوا بتحكوا عن التمثيلية. ماما نتقاتل بالبيت طاول طاول والله. طيب يلا خذوا أماكنكم. 1 2 3 الماء الماء الماء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شيخ صالح، في موضوع شاغل بالي صار له كم يوم، بدي اقول لك اياه. خير، شغلت لي بالي. صفية صايرة طلعاتها ونزلاتها على السطوح كتير، وأنا خايف ليكون في شي بينها وبين هذا الشاب اللي بيجي لعندك، هاد اليتيم. تقصد إبراهيم؟ ما غيره. بقى فهمها لصفية تعمل منشر الخسيل هون بأرض الحوش، مشان ما يصير الخسيل حجة للطلعة والنزلة على السطوح. إيش عم تقول؟ الولد ما في منه، وبنتي صفية أنا مربيها وبعرفها منيح. لا بقى تشغل بالك بهيك أمور، لأنه الشك عاقبته وخيمة إذا ما له أساس يا حج بكري. ويا سيدي أنا عم بحكي بموضوع له أساس، وأفضل حل إنه هذا الشاب يطلع من البيت قبل ما يقع الفاس بالراس. إيه وش قررت تسوي بعد اللي صار؟ إجري وإجريك صاروا بالفلك. ولي على عمري. ولازم تاخذ احتياطاتك من هلا. لك احتياطات ايش؟ ليش ما بتعرف انك صرت من اليوم عدوة لابو الروس؟ الا نسيت انك بطحت صانع وايده اليمين. ايه واجري اسوي بهالحالة؟ بتحط بعبك مثل هالسكين، تمشي بالحاره وانت مفتح عيونك على الاخر. لخاي العلاقه مع هالناس ما هي سهله، وخصوصا علاقتي انا اللي ما بيحلها غير الموت. الحما معقوله توصل قصص كيكين؟ ولخيي وصلت وخلصت. وقت اللي بيكون اعدائك وخصومك الصيبين اول شغله بتفكر فيها هي الدم والسكيكين. ولك ايش هالحكي؟ ايه انا سكينه لفرم الخضره ما عندي. لكن خذ مني هالسكين وحطها معك، هالحاره ما عاد ينمشى فيها من غير سكين. وانت بدك تضل بدون سكينه؟ انا بدبر راسي، خذها مني ولا تتردد. ولك انا شي سكينه باخر عمري؟ لك معقول هالكلام لك اسماعيل؟ لك معقول ونص. لك والله العظيم هذاك اليوم انجرح عندي طير، لك ما قدرت اذبحه، اعطيته لهبله مشان ياخده. ايه بس احسنت بطحله صانعه لابو الروس وخليت انفه بالارض يا بطل. لك ايش بعرفني شلون صارت القصه، هيك شيء من عند الله. بعدين انا معقول اخلي اسماعيل ياكل سكينه وقت مسكت؟ اسحب اللحمه اسحبها. لك شفتوا الشباب؟ ايه معلم شفتهم. على شو اتفقتوا؟ كلهم قالوا بنساوي كباب، قلت لهم لا كباب ولا شقر، المعلم ابو الروس ما بده موت، بده تشريح وبس. عفارهم عليك ولك عبودي، انا فعلا هيك بدي. المعلم والثاني؟ مين الثاني؟ هاد ابراهيم اليتيم. لك هداك اتركوه، لا تشغلوا بالكم فيه، اتركوه لمناسبة ثانية. طبخته لسه ما استوت. ما فهمت، يعني شلون نتركه؟ هو سبب كل البلا، ولولا يتدخل باللحظة المناسبة كنت خلصت على اسماعيل وما كان صار اللي صار. لك قلت لك اتركه، طلبنا مو عنده. طيب معلم وإذا تدخل ونحن عم نهاجم اسماعيل وحاول يصيب حدا فينا بأذى؟ لك هداك الوقت بيختلف الأمر، وبيصير الموضوع دفاع عن النفس وبتقدروا تتصرفوا. بس والله إذا بتتركوا أثر أو علامة أو بيصير معي مشكلة بالمخفر بسببكم ما تلوموا إلا نفسكم. ولا يهمك معلم، بدنا نهجم عليهم مثل القضا المستعجل، وما بيبين الواحد فينا غير غضبه وسكينته وعيونه. لك انت بطل؟ لك انت بطل ولك عبودي؟ لك بطل انت؟ لمين بدك تطلع يعني؟ لمعلمك ابو الروس؟ روح شعل النار، روح امرك معلم. هاي شاي صفية. نعم يوب. احكي لي لشوف. ايش بدك احكي لك؟ ايش حكاية الطلعات بالسوق؟ معناها عمي حج بكري حكالك؟ حكالي، لكن انا بثق بصفية وبحب اسمع منها. اوقات قليلة بطلع، اوقات كثيرة بضل هون. بتعرف يوب ليش بحب اطلع على السطوح؟ ما بعرف. بطلع لاطلع على السما واشوف الطيور. وكمان عمي حج بكري بده ياني اضل قاعده تحت، وانا بحب اصير مثل الطيور على طول فوق. اللي بيحب السما يوب لازم يضل فوق. اذا هذا هو السبب وبس ما في مانع. هذا السبب وبس. طيب ايش رايك نعمل حبيل الخسيل هون وبلا تطلعي على السطوح وتتعبي؟ لا يوب، انا بحب اطلع واتعب واشم هوا فوق. فوق الهوا غير شكل، ويا ريت انت كمان تيجي معي. اذا كان هذا هو السبب وبس معلش. في سبب تاني كمان. ايش هو؟ الغسيل بيبيض اكتر على هوا السطوح، بيصير بيرفرف مثل طيور البيض. اذا بيصير ابيض على السطوح خليه على السطوح. بتعرف ليش بحبك؟ اوقات بعرف واوقات ما بعرف. بحبك لانه قلبك ابيض مثل الغسيل اللي عم بيرفرف على السطوح. طلع اسماعيل، انا خطرت ببالي فكره وقلت لحالي لازم اقول لك اياها. قولها لشوف. ايش رايك تحكي مع الشيخ صالح وتقنعه انه يتدخل بينك وبين ابو الروس مشان ما تكبر الشغله وتروح فيها ارواح؟ ما فهمت. اوعى تكون محسبني خوفان من ابو الروس. لك لا، ما هذا قصدي. قصدي انه يقنعه لابو الروس يغض نظر عن جوازته من بنت خالتك مشان تتجوزها انت. ايه وعجب بينجح بهالوساطه، وبيحسن يقنعه لاب بطيخ انه ما يتجوز راضيه ويترك لي اياها؟ لك معقول الشيخ صالح ينجح بهيك موضوع؟ هلا ان شاء الله بينجح، المهم انك انت تحاول. يا رب يا رب مالي غيرك. لك لوين؟ لعند الشيخ صالح. خلينا نشرب شاي بالاول. لك بعد اللي صار براضيه صارت هي الاول، حتى المي والهواء ما عادوا يلزموني اذا بدهم يبعدوني عنها. ادعي لي بالروح، ادعي لي يا رب يا رب يا اسماعيل. مرحبا ابو الروس. اهلا وسهلا فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد الله تعال اشوف. مور معلم. لك ايش بقى ابو سعيد الحلاق مسكر دكانته وصار له يومين؟ العلم عند الله يا معلمي مرضان. مرضان؟ وايش مرضه؟ بصراحة أنت السبب بمرضه. أوف، وايش عرفك بقى؟ صاير حكيم زمانك كني؟ لا والله يا معلمي، القصاب بحياته ما بصير حكيم زمانه، بس عرفت هالشيء لأنه أبو سعيد قال لي إنه رايح يمرض بالبيت مشان ينبسط معلمي أبو الروس. هيك لكان، يعني مرضان مع سبق الإصرار والترصد، مثل ما بيقولوا في المحكمة. والله يا معلمي اللي بيشوفه لأبو سعيد بيقول إنه شغلته مظبوطة ومرضه ما هو كذب. لك يا سيدي الله لا يقيمه وبيرتاح وبيريح. ادخل جيب لي من السحابه مصاري بدي اروح لعند المحامي. تأمر معلم. لك استعجل شويه. يلا انا رايح، دير بالك على المحل وعلى اللحمه، لا توصي حريص. الله يمضيها اليوم على خير. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين يا ابني، خير؟ في موضوع يا شيخي بدي أقول لك عليه ومتردد. قول ولا تتردد. أنا اسماعيل شيخي من الحارة، بشتغل بالفرن، أوقات ببعث لكم خبز مع رفيق إبراهيم. عرفتك يا ابني وتذكرت أبوك الله يرحمه. قول لي عندك يا ابني وإن شاء الله بيكون خير. أنا يا شيخي ابن خالته الأسعد أبو الكيف ما غيره، وبحب بنت خالتي وهي كمان بتحبني، وبليلة ما فيها ضوء قمر يا شيخي تقدم أبو الروس وخطب بنت خالتي، وأهلها وافقوا لأنه أبو الروس بيحسن إذا ما جوزوه بنتهم يخرب بيتهم. فبدي إياك تتدخل يا شيخي، بركي بتحكي مع ابو الروس وما بتجوز بنت خالتي وبقضي على حياتي وحياتها سوا. ما حدا بيحسن يقضي على حياة حدا يا ابني غير خالق الخلق. سوا يا شيخي سوا. بيصير ابو الروس ما يحسن يقضي على حياتي ويموتني، بس بيحسن يقضي على كل شيء بحبه بهالدنيا، وبهيك بيكون قتلني يا شيخي. فالله يوفقك يا شيخي، بركي بتحكي مع ابو الروس، بركي الله بلهمه على ايديك وبترك بنت خالتي بحالها ومنتجوز انا وهي على سنه الله ورسوله. يا ابني هالزمان هذا غلط، والله يساعدنا لنوقف في وجه الغلط. يعني رح تعمل شيء مشاني انا وبنت خالتي راضيه شيخي؟ الله يلهمنا فعل الخير يا ابني، ويلهموا لابو الروس يترككم بحالكم انت وبنت خالتك. تفضل استاذ، هي المصاري بدي همتك. ها هيك صار الشغل مظبوط، صرنا بنقدر نطالع الموقوف خلال 48 ساعة. خلال 48 ساعة؟ لا خيو، لا أجلها شوي الله يرضى عليك. ليش؟ مو كنت محروق على طلعته؟ لا يا حبيبي عندي شوية شغل ضروري كثير بدي أنهيه قبل ما يطلع من الحبس. وإيش هالشغل؟ بلكي بيلزمني بالقضية. يا سيدي أنا بعد كم يوم بدي أتجوز عقبيل عندها، أخته للموقوف أبو الكيف، وما بدي إياه يطلع من السجن لحتى يخلص العرس، لأنه بتعرف أنت رجال كبير مثلي لازم يكون ذهنه صافي، وأي مشكلة بتأثر عليه في ليلة الدخلة. فهمت عليك. إيش رأيك نأجل طلعة صاحبك أبو الكيف 10 أيام كمان؟ هذا هو عز الطلب. معناتها بعد كم يوم من العرس عدي لعندي وخبرني. اتفقنا، يلا بخاطرك. مع السلامة. الحقيقة اللي دلوني عليك وقالوا لي إنك محامي شاطر وذكي وبتفك المشنوع عن حبل المشنقة ما كذبوا. يا سيدي هي شهادة لازم نعززها أكثر. خيو بدي أسألك سؤال قبل ما أروح. تفضل. إذا كان الظالم بده 48 ساعة لتطلعوه من الحبس، المظلوم شد بده؟ لا، المظلوم بده محامي شاطر أكثر مني لحتى يطالعه، بس بعد عمر طويل إن شاء الله. لا مش هالذكاء أنت، خاطرك خيو. أهلين سهلين. بس اللي سمعته أنا يا أبو سعيد إنه أبو الروس حلف يمين بالطلاق، والطلاق ما هو لعبة. من شان هيك بدي إياك تتدخل أنت بهالموضوع وتخليه يرجع يحلق عندي، وإلا رح تكون هالقصة هي سببها. لك شلون بدك يعني اتدخل والطريق مسدود؟ على اللي بيفهموا مثل حكايتك يا شيخ صالح ما في شيء صعب ولا في شيء مسدود. شلون يعني؟ بدك يعني افتي فتوى ما امر فيها رب العالمين؟ اعوذ بالله واستغفر الله. بس يا شيخ صالح في واحد دلني على حل شرعي وبدي اياه يطلع من تمك، لانه ابو الروس كلمتك عنده ما بتصير تنتين، وبعدين المثل بيقول من تمك احلى يا كحله. وايش هالحل الشرعي اللي ما بعرفه انا خيو؟ يا سيدي ابو الروس حلف يمين بالطلاق ما يدوس دكانتي، وانا كمان ما بدي اياه يدوس دكانتي، بالناقص منه بجهنم الحمراء. لكن ايش بدك بعد كل اللي صار؟ بدي اياه يحلق عندي بس برات دكاني. ما فهمت عليك يا سيدي، مستعد احلق له وين ما بده، بدكانته، في البيت، عند المختار، عند حنفيه الحكومه، وين ما بده، المهم يحلق عندي، وهيك ما بيوقع اليمين، وانا كمان يعني ما بطلع بالخجله قدام زبوناتي واهل الحاره. غريبه، وشلون وصلت لهالفتوى العجيبه؟ وأنا ناطر زيارتك اللي وعدني فيها من زمان. على راسي، إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر. يلا، سلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين بالشيخ صالح. لك تسلم لي عينك يا أصيل، يا فهيم، يا معدل، يلي بتعرف تحكي، مو مثل هداك أبو الطيوف. ما قلت لي أبو الروس هون؟ طلع من شوي، يمكن ما يرجع. لك خي يرضى عليك، بكرة بس من إجا بتغمزني أو بتعطيني إشارة. محضر له عدة جديدة وبدي أحلق له فيها حلقة مرتبة. والذي أسكر والذي دوخ، هذا ما هو مسخرة؟ لك يا جماعة نحن باركين بقهوة محترمة مو بكبرة والعياذ بالله. أفحمك الحج بكري يا سرحان، أفحمك يا سيدي. الإنسان بيتأثر وقت ما يكون عنده ولد مثل هاد، شاب بيطير العقل يا سيدي. الله يخليه لأهله، رغم إنه ما له أهل بس الله يوفقه وييسره. والله لو كان عندي بنت لجوزه إياها. هلا فهمت عليك، معناها ابو الروس ورا الموضوع.